وشكرا لكم على تسليط الضوء على ما يحدث من كوارث ومن يعني من مجازر بحق شعبنا في شمال قطاع غزة. طبعا احنا بالامس اعلنا عن خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة لعدم وجود وقود، وكنا صراحة خايفين من هذا المشهد الذي حصل اليوم، وفعلا حصل اليوم منذ ساعات الصباح توافد اعداد كبيرة جدا من المصابين من منطقة اللي هي نابلسي لاستلام يعني المساعدات الغذائية. تفاجأنا بأكثر من 170 شخص أتوا جرحى وأكثر من شهداء كلهم من الرجال، وللتو نتحدث معكم الآن وصل 15 عام طبعا تم قنصه في نفس المكان وهو يعني مجهول الهوية لحد هذه اللحظة. طبعا مستشفى كمال عدوان بعد الإعلان عن خروجه عن الخدمة صراحة لا نستطيع أن نقدم سوى الإسعافات الأولية، هناك أغلب الحالات تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وطبعا الوقود غير متوفر، إذا معناته محطة الأكسجين والإضاءة غير متوفرة، نعمل بالكشافات نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجرحى. أتوقع إن لم يكن إسعاف لهذا الموقف بإمدادنا بالوقود اللازم ستزداد الحصيلة يعني من الجرحى، سيكون شهداء في الساعات القادمة إن لم يكن إسعاف لهذا الموقف. نحن آخر مستشفى خرج عن الخدمة أمس بعد مستشفى العودة، لا نعلم ماذا سنعمل في الساعات القادمة. هنا التساؤل يعني كيف تم استقبال الإصابات والمستشفى خارج الخدمة تماما، يعني ما هو المتاح من أدوات الإسعافات؟ المستشفى الآن تحول من مستشفى إلى نقطة طبية يعني تقدم الإسعافات الأولية، بدل أن يكون المستشفى يقدم خدمات متقدمة على مستوى الجراحات، يعني الآن بدون وقود يعني لا يوجد قسم الأشعة معطل، قسم الألتراساوند معطل، قسم العمليات معطل، يعني الآن نحن في شلل كامل، منظومة منهارة بشكل كامل. نحن الآن نقدم الإسعافات الأولية من خلال تنظيف الجروح ووقف النزيف، لكن هناك حالات تحتاج إلى عملية استكشاف البطن. جهول الإصابات اللي وصلت المستشفى كمال عدوان هي إصابات أعلى الجسد، يعني كان هذه يعني واضح أنه هذا مستهدف، من أطلق النار كان يطلق النار بهدف القتل وليس بهدف الإصابة. كل الشهداء إصابات بالرأس بشكل مباشر، كل الإصابات هي إصابات في الصدر وفي البطن، لذا هذه الحالات تحتاج إلى إدخالها في قسم العمليات لعمل استكشاف حتى يتم يعني وقف النزيف الداخلي. لكن صراحة يعني عاجزين نحن عن تقديم الخدمة المتقدمة وخاصة في قسم العمليات، يعني لدرجة الآن ذهبنا لأخذ بعض لترات السولار من سيارات المواطنين المحيطة بالمستشفى حتى نشغل المشفى لو لمدة ساعتين حتى يعني نستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإلا يعني ستحت الحالات التي تأتي الآن سنعلن عن مزيد من الشهداء إن لم يكن هناك حلول سريعة لهذا الموقف اللي نحن فيه. هذا بالمزيد إلى موضوع المجاعة، يعني موضوع المجاعة كمان هذه قصة ثانية، يعني إحنا بالأمس كنا نتحدث عن أغلب المراجعين إلى المستشفى، لو وقفنا أمام المستشفى لرأينا يعني أي شخص يعني يرى بعينه أنه كل المراجعين علامات الهزل والضعف والوهن وقلة التغذية موجودة ومرسومة على وجوه المراجعين. وأما بالنسبة للأطفال فهذه قصة ثالثة، الأطفال أغلب الأطفال اللي بيأتوا للمستشفى يأتوا بعلامات جفاف متقدمة ويأتوا بسوء تغذية، وطبعا في هناك يعني هبوط في 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 البنية للأطفال، يعني هذا بيأتي إلى حدوث مصيبة. الآن احنا بالأمس أعلننا عن شهيد آخر من الأطفال، يعني الطفلة وصلت إلينا تبلغ من العمر 8 سنوات وهي كانت في مناطق الإيواء، وعندما جاءت في وضع جفاف جدا متقدم، وكان سؤالي للأم أين كنتم؟ فبدأت بالبكاء الأم وتقول لي أنا منذ أسبوع كامل لم أستطيع توفير وجبة طعام واحدة لطفلي. وبالتالي هذا هو نموذج من نماذج كثيرة، يعني صراحة يعني لا أعلم نحن من أي كوكب نحن الآن، يعني هل إحنا خارج كوكب الأرض؟ يعني ما يدور الآن في شمال قطاع غزة وفي غزة؟ أي المنظمات الإنسانية والتي تدعي الإنسانية من هذا المواقف؟ إن لم يكن لهم دور الآن في إنقاذ هذه المجاعة وفي إنقاذ الجرحى هذه المصيبة.